سيد نائب رئيس لجنة الامتحانات دورة 2018 سيد ياسر تجاني كندل في حديث حول تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة، كما تابعنا سويا في هذا التقرير واضح جدا الجهود التي بذلتموها أنتم كلجنة لضمان سير عملية الامتحانات بالشكل المطلوب. دعنا بداية نتحدث عن آلية هذه التجهيزات والترتيبات التي قمتم بها. أنا في البداية أشكرك وأشكر التلفزيون التشادي على اهتمامه بهذه القضية، قضية تنظيم الشهادة الثانوية، وأنا أعتقد أن هذا الحدث هو حدث مهم بالنسبة للوطن بالتأكيد، لأنه له علاقة بشباب وبمستقبل الشباب في تشاد، وبالتالي أشكركم على هذا الاهتمام. فيما يتعلق بالترتيبات، طبعا في هناك عدة مراحل، يعني بعد ما تم تسجيل الطلاب تسجيلهم رقميا وكذا، يعني على مستوى الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات، يعني تمت تجهيز البطاقات وكذا، فبعدها طبعا اتخذ قرار وزاري بتشكيل اللجنة، لجنة الامتحانات على رأسها رئيس ونائب وأعضاء في هذه اللجنة، وبعدها طبعا شرعت اللجنة في تنظيم الامتحانات، يعني وضعت الأسئلة بناء على مقترحات الأساتذة الذين يدرسون في الفصول النهائية في الثانويات، يعني اخترنا أسئلة في كل مادة وفي كل مساق. بعدها تم طباعة هذه الأسئلة وتصويرها إلى عدد الكافي في المراكز المختلفة، ثم بعد ذلك يعني حصلت لقاءات مع أعضاء اللجنة، وهم طبعا رؤساء المراكز، حصلت لقاءات وحصل توجيههم فيما يخص تنظيم الامتحانات لهذا العام، يعني أعطيت توجيهات صارمة وضعت أيضا نظم ولوائح لهذه شهادة الامتحانات. وأيضا يعني أنتهز هذه السنة أيضا لأشكر الحكومة باعتبار أنها يعني وضعت ما يمكن أن من الإمكانيات حتى نتمكن من تنظيم هذه الشهادة الثانوية. فأظن نحن نعتقد أن هذه الترتيبات كافية للبدء كما أشرت في يوم 16 إن شاء الله من الشهر الجاري. إن شاء الله. كيف ترون عدد المترشحين لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية؟ والله طبعا عدد نسبة الترشح زاد حد ما، لأن هذا العام يعني سجل 79,600 ممتحن، بينما في العام الماضي عدد الممتحنين هم 91,900، يعني تقريبا نسبة 9% زيادة في عدد النسبة. ما هي أهم الصعوبات، يعني صعوبات نشير إلى الصعوبات التي واجهتكم أنتم كلجنة؟ والله طبعا في أثناء التجهيز ما واجهنا صعوبات، لكن أعتقد أن في أثناء الترتيبات النهائية يعني يمكن أن نقول يعني الصعوبات هي متعلقة بالواقع، واقع الميدان، يعني يعني في بعض المدارس يمكن تجد في صعوبة ما في تسوير في المدرسة، أيضا في إشكال في بعض المدارس في عندها نقص في الكنب، وهي ضعف الإمكانيات، فاضطرت اللجنة لتحويل كنب من مدارس أخرى إلى المدرسة المعنية تغطي العجز في بعض المدارس، ولكن هذه كلها يعني متاعب مادية تم تذليلها فيما بعد. وهل من يعني هناك إخفاقات في العام الماضي؟ كيف، ما هي الاستراتيجية التي وضعتموها لعدم الوقوع في نفس أخطاء أو نفس الإخفاقات العام الماضي؟ والله طبعا كأمل بشري طبعا كل سنة لابد يكون في تحسين، وأنا أعتقد أن الإخوة في لجنة في الهيئة الوطنية أونكس الانتخابات يعني ما شاء الله كل سنة يفكرون في تحديث الأمور، يعني الحمد لله. في أنا طبعا كنت في أعوام سابقة كلها كنت نائب رئيس اللجنة، فأعتقد أن كل سنة في تحسن، فما في إخفاقات كده تذكر، يمكن في صعوبات في بعض الأحيان تذلل وكذا يعني، لكن هذا العام أيضا اتخذت كل الإجراءات اللازمة بحيث يكون في الترتيب الامتحان يتم في جو مناسب يعني. ما كان الانطلاقة، ما كيف حدد ولماذا تم اختيار الجمينة؟ والله طبعا يعني الانطلاقة هو زي ما بقولوا يعني في كل مركز، يعني هنا بالنسبة لنا يعني في كل تراب التشادي هو سواء يعني سواء في أنجمينة أو في غير أنجمينة، ففي الأعوام السابقة في الغالب حصلت خارج أنجمينة، هذا العام
جاء من نصيب أن جمعنا. يعني اختيار نعم. ليس بالضرورة يكون اختيار كده نعم لكن يعني بصورة كده تلقائية ويكون نعم. حتى يكون يعني في تنويع في نعم. 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 أيضا حدثنا عن المراكز كم عددها وكيف تتم عملية التسيير بها بداخلها من أول بدء أول يوم الامتحانات إلى آخر يوم. طبعا هناك تنسيق بين المراكز وبعضها نعم. أو مع اللجنة والمراكز. نعم في طبعا في أثناء عملية تسجيل الطلاب وكذا بيكون في دراسة مسحية للمسألة ويشوف أين المراكز اللي يمكن أن يعني تستقبل الطلاب وكذا. فهذا الآن يعني قدرنا يعني حدد 94 مركز. 94 مركز. نعم 94 مركز اللي هي 68 خارج جمينا، 25 داخل جمينا، وعندنا مركز خارج البلد وفي جدة في المملكة العربية السعودية. نعم. يعني المجموع هو 94 مركز. نعم. وطبعا لكل مركز رئيس. ولكل طبعا وتحته طبعا بعض الافراد من النظام التربوي يساعدوا نعم. في تنظيم المساله نعم. ما الذي يميز تنظيم هذا دوره 2018 عن باقي الدورات؟ والله هو في العاده في الاغلب هي نفس التنظيمات، لكن طبعا في اتخذت هذا العام ترتيبات جديده نعم. لتامين افضل للبطاقه الرقميه نعم. ولتامين افضل لاوراق الامتحانات نعم. يعني ده في حين إن شاء الله ستكشف عن الاستراتيجية. نؤمن في ذلك. توجيهات وكلمة أخيرة لجميع الممتحنين وهم يشاهدونك الآن. والله طبعا أنا أول حاجة يعني أوجه كلامي أولا للممتحنين لأبنائنا الممتحنين نعم. باعتبار أنهم المعنيين الأول، وأرجو منهم يعني التحلي بالثقة نعم. لأن الامتحان هو طبعا امتحان عادي وطبيعي، يعني هو زي الاختبارات في الفصل نعم. فبالتالي الواحد ما يفتكر أن الشهادة الثانوية حاجة كبيرة وحاجة مختلفة عن الامتحانات فيكون في حالة استقرار تام وفي حالة نفسية عادية نعم. ويمكن أن يتجاوز هذه المسألة نعم. وأيضا أطلب منهم ألا ينجروا وراء بعض الأشخاص بيقولوا مثلا في تسريب لمادة معينة نعم. وتدفع أموال كبيرة وكذا، فهذه اتخذت إجراءات ما في تسريب ولا في أي شيء يعني. فبالتالي أطلب من أبنائنا الممتحنين أنه يتحلوا بالثقة ويكونوا يعني هادئين في المسألة نعم. كذلك أدعو كل المشرفين أو المراقبين في المراكز نعم. أقصد به يعني أنه يعملوا تفتيش جيد للطلاب ويكون في معاملة حسنة مع الطلاب، لكن بصرامة يعني لا يسمح لإنسان يغش، لا يسمح لإنسان يتكلم مع آخر وإلى آخره. وكذلك أرجو تعاون أكثر مع الإخوة في جهاز الأمن وفي الجهات الإدارية، وأنا أنتهز الفرصة أيضا أشكر يعني الجهات الإدارية والأمنية فصراحة تعاونت وساهمت في تنظيم الامتحانات هذه. نعم شكرا جزيلا. كان معي ضيف النشرة لهذا المساء نائب رئيس لجنة الامتحانات دورة 2018 السيد ياسر تجاني كندل، شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات. أهلا وسهلا. شكرا لك.